يا مساء الخير والحب والسعادة على حضراتكم وعلى كل اللي بيشوفونا وبيتابعونا في برنامجنا يحكى أن على شاشة القناة الأولى. بتوحشوني جدا من الأسبوع للأسبوع اللي بعده، بستنى دايما معادي معاكم عشان نقرأ سوا، عشان نعرف أكتر، عشان نتعرف مع بعض على كتاب جديد أو رواية جديدة، نعرف مع بعض معلومات ما كناش نعرفها قبل كده، نعرف مع بعض حاجات مختلفة في موضوعات متنوعة. وبجد المعرفة شيء مهم جدا في حياتنا، اللي عنده معلومات دايما أكتر ومعلومات صحيحة هو اللي دايما بيكون عارف يحكم كويس، هو اللي دايما بيكون عنده رأي مظبوط في أي موقف بيقابله في حياته أيا ما كان هو إيه الموقف ده. أحيانا بنفتكر نفسنا عارفين وفاهمين، لكن ممكن جدا نقرأ معلومة في كتاب أو تحقيق صحفي فنكتشف أننا ما كناش نعرف حاجة، وأوقات كمان تعيد ترتيب أفكارنا من جديد المعلومة الصغيرة اللي ممكن تعرفها من أي كتاب بتقرأه. النهاردة معانا كتاب هياخدنا في رحلة تاريخية مشوقة جدا لأحداث وشخصيات وحكايات كتيرة، هنعرف منه تفاصيل مختلفة، هنعرف منه تفاصيل جديدة، هنشوف جوانب كتير من زوايا مختلفة. كتابنا النهاردة هو من قال أنك تعرف، للكاتب الصحفي الأستاذ شريف بديع النور اللي هينورنا في الاستوديو، وهنروح مع كتابه لأحداث وشخصيات وعوالم مختلفة، هنعرف اللي ما كناش نعرفه أو اللي كنا فاكرين أننا نعرفه. أنا عن نفسي متحمسة جدا أني أعرف أكتر عن كتاب من قال أنك تعرف. ولكن قبل ما نتقابل مع ضيفنا، معانا دلوقتي تقرير صورته كاميرا يحكى أن عن مشروع أدبي مهم جدا، وهو تحوير روايات الكاتب الكبير الأستاذ نجيب محفوظ لقصص مصورة كوميكس. تعالوا كده نعرف مع بعض تفاصيل المشروع ده وإيه حكاية الموضوع ده، ونرجع لحضراتكم مرة تانية. في بدايته أول ما أخذنا حقوق نشر نجيب محفوظ قلنا نقدر نقدم إيه جديد؟ إيه اللي نقدر نعمله؟ وإزاي نقدر نوصل نجيب محفوظ للعالم كله؟ مشروع نجيب محفوظ يعني كان شامل اللي هي الأفكار الجديدة الإبداعية، منها الأغلفة، منها مراجعة الأعمال والطبعات المختلفة اللي نزلت لأعمال نجيب محفوظ على مدار السنين ومع طبعات دور نشر مختلفة، ومنها إن إحنا نقدر نوصل نجيب محفوظ في وسيط جديد ووسيط يواصل الزمن اللي احنا فيه النهاردة. من الحاجات اللي موجودة عالميا وابتدت تاخد تبقى ترند ويبقى ليها جمهور كبير بره هي الكوميك بوكس. احنا حابين نوصل بالأدب العربي والأدب المصري وكاتب له عالم وله إبداع زي نجيب محفوظ من خلال الوسيط التصويري ومن خلال مجالات ومن خلال ميديمز تانية كمان. كوميك بوك هي رواية تصويرية أو هي عمل تصويري بتبقى بتدمج ما بين كلام، بين سرد، بين حوار أكتر، والسرد أو التفاصيل اللي بتبقى موجودة بيعبر عنها من خلال صور أكتر من كلمات، فأنت بتدمج الفن التصويري مع فن السرد من خلال العمل الكوميك بوك. الرواية اللي بدأنا بيها هي رواية اللص والكلاب، وهي تم اختيارها لعدة أسباب، منها إنه هي رواية فيها مشهدية، فيها تشويق، فيها أحداث بتحصل تقدر تعبر عنها من خلال الصور. وشفنا التحويل اللي تم من رواية اللي هي نزلت لأول مرة سنة 1961، بعد سنة تم تحويلها لعمل سينمائي شارك فيه طبعا شكري سرحان وشادية، فهي رواية تصلح للتحويل أو للرؤية البصرية، وكمان هي عدد صفحاتها مناسب جدا لتحويله لكتاب او روايه تصويريه. احنا مع اللص والكلاب هم ثلاث اعمال بنشتغل عليهم، اول واحده خلصت اللص والكلاب، الثانيه هي اولاد حارتنا. طبعا العمل ده عمل كبير فهيكون بينزل على مدار مراحل، فهتبقى هننزل بالجزء الاول منه وهي الشخصيه الاولى ادهم في اولاد حارتنا، وفي روايه ثالثه هتكون نازله وهي ميرامار. احنا بنطمح انه خلال سنتين نقدر ننزل ب20 عمل مصور،
أعمال نجيب محفوظ أو الروايات نجيب محفوظ هي 35 رواية على مدار رحلته الإبداعية والأدبية، وجميع أعمال نجيب محفوظ هي 54 عمل قام بنشره كتابته ونشره أثناء حياته. نيكو هو المشرف معانا على المشروع ده من ناحية الإبداعية، الاستوديو الخاص بيه معاه سيناريست كبير زي محمد إسماعيل أمين، معاه جمال قطبان، وهم نزلوا باللص والكلاب، وحينضم ليهم مجموعة على مدار الرحلة. يعني مش دايما هيبقى السيناريو لنفس الكاتب، هيبقى فيه مجموعة من الفنانين بيتم اختيارهم على مدار الرحلة. طبعا في الكوميك بوكس الفكرة الأساسية انه بتبقى مختصرة جدا، يعني كعدد صفحات وكعدد كلمات، عدد كلمات بيبقى أقل بكتير، ففي جزء كبير بيبقى معتمد على الرؤية البصرية والصورة اللي بتعبر عن المشهد نفسه. والله لقينا ردود فعل إيجابية جدا وحمستنا أكتر وأكتر، يعني يمكن قلنا كنا نأمل إنه ننزل بأكتر من عمل. الشباب متحمسة قوي قوي للفكرة في مصر وفي العالم العربي، يعني معارض الكتاب اللي نزلنا بيها لقت إعجاب كبير، فكانت الردود الفعل فعلا إيجابية، وفكرة لقت إقبال الشباب وكمان القراء نجيب محفوظ. ورجعنا لكم مرة تانية ومعانا ومنورنا دلوقتي عن طريق زوم الكاتب الأستاذ أحمد مرسي صاحب رواية مؤامرة على شرف الليدي ميتسي، وهو من الكتاب المهتمين جدا بالكتابة التاريخية، والتاريخ من الموضوعات الحقيقي كتير من الناس بتحب إن هي تقرأ فيه أو تقرأ عنه وتعرف كمان إيه اللي حصل زمان وإيه الحقيقة وإزاي بنقدر نوصل للمعلومة مظبوط، لأنه بجد القراية في التاريخ على قد ما هي بس بتعرفنا طبعا تفاصيل كتير جدا، انما هي كمان مفيده جدا جدا، وعايزه اقول لكم انها بجد بتطلب بشكل كبير قوي في الفتره اللي فاتت، ده غير كمان ان هي بتخلي القارئ واعي جدا لكل تفاصيل تاريخه المظبوطه، وبيقدر كمان ان هو يقيم المعلومات اللي بيقرا فيها ويعرف يفرق ما بين الحقيقه والمزيف، خاصه ان انتم عارفين ان يمكن في الفترات الاخيره كنا تعرضنا للحقيقه، ناس كتير بتحاول تزيف تاريخنا، ناس كتير بتحاول ان هي تنشر حقائق وهي في الحقيقه ما هياش حقائق. هنعرف مع بعض من استاذ احمد النهارده ازاي نقرا صح في كتب التاريخ، ازاي يكون عندنا رؤيه في اللي بنقراه، وازاي نعرف نختار مظبوط الكتاب اللي يقول لنا المعلومه الصحيحه. اهلا بحضرتك استاذ احمد. اهلا بيكي. اهلا بيكي. أحب أعرف من حضرتك إزاي تقدر تنصح القارئ أنه يكون عندنا رؤية مظبوطة في اختيارنا للكتاب اللي هنقراه في التاريخ، خاصة وأننا يعني اتعرضنا الفترة الأخيرة لكتب كتير جدا بتحاول تزيف تاريخنا. والله أنا التاريخ هو فرع من فروع العلوم الإنسانية بشكل عام، و لا يجب ان احنا ناخد التاريخ كعلم منفصل عن بقيه العلوم الانسانيه. والعلوم الانسانيه فروعها كتير زي الفلسفه والمنطق والجغرافيا وعلوم الدين والسياسه والاقتصاد. فعلى الانسان ان هو اذا اراد ان هو يقرا في التاريخ لازم يكون يعني متسلح ببعض الاسلحه اللي عنده او اليات التفكير المنطقي قبل ما يتعرض لقراءه التاريخ. ولذلك انا دايما بقول ان قراءه التاريخ هي جزء من بناء انسان مثقف بشكل كامل. طبعا ما اقدرش اقول ان انا هبني ثقافتي على اني اقرا في كتب التاريخ فقط، لا، لازم اقرا جميع فروع العلوم الانسانيه عشان اقدر اقرا في التاريخ بشكل كامل. يعني انا اقدر اصنع انسان، التاريخ ده عامل زي عمود الخيمه في الانسان المثقف. اقدر اصنع انسان مثقف بقرايه التاريخ وعلوم اخرى، لكن ما اقدرش اصنع انسان مثقف بقراءه التاريخ. ولذلك انا ادعو اي قارئ عايز يقرا التاريخ ان هو يقرا في علوم الاخرى. اهمها برضو علم المنطق، ان اي حدث تاريخي بيتعرضه الانسان او بيقرا عنه الانسان لازم يعيده في الاساس الى المنطق الاساس. هل الفعل التاريخي او حدث التاريخي ده يوافق المنطق ولا لا يوافق المنطق؟ هل يوافق السياق الزمني اللي وقع فيه او لا يوافق السياق الزمني اللي وقع فيه؟ مفيش كتاب معين اقدر اقول والله هو الكتاب ده اللي انا اقدر منه اخد التاريخ. المصادر التاريخ متعدده، مصادر التاريخ
طبعا صحيح، ممكن يكون في حدث واحد كل الناس يعني عندها عنه معلومات ولكن مش كفاية، ولكن ممكن يكون في أكتر من رواية لسرد الحديث ده إزاي، أو الحدث ده إزاي ممكن أتأكد من المعلومة الصحيحة، وإزاي أقدر أتأكد إن اللي حصل ده هو ده بالظبط اللي حصل. هو التاريخ في الاحداث التاريخيه، خصوصا الاحداث المتاخره مثلا يعني في القرن 19 والقرن 18 والقرن العشرين، هنلاقي اكثر من روايه للحدث التاريخي الواحد. وعلى الانسان ان هو يقرا ويعدد المصادر. يعني مثلا عندنا مثلا على سبيل المثال الحمله الفرنسيه، الحمله الفرنسيه عندنا عشرات المصادر اللي كتبت عن الحمله الفرنسيه، الشبابي عندنا، تاريخ الشرقاوي عندنا، مذكرات الضباط الحمله الفرنسيه توت في مصر، مخطوطه بتتكلم عن الحمله الفرنسيه من اليمن، عشرات العشرات من المصادر بالاضافه الى الوثائق الموجوده حتى الان. الانسان عليه اللي هو يقرا جميع هذه المصادر اذا كان عايز يتاكد من الخبر الصحيح، يقرا جميع هذه المصادر ويشوف المتكرر. اذا تكرر حدث عند مثلا والله عند الجبابتي وذكروا مثلا احد ضباط الحمله الفرنسيه، اذا هذا الحدث حدث في الواقع. لكن اذا هو حدث فردي ذكره شخص واحد او ذكره مصدر واحد من هذه المصادر، عليه بقى في الحاله دي ان هو يضعه بين قوسين، بين كل الفلسفه الالمانيه اي حاجه موضع شك يجب ان نضعها بين قوسين، ونشوف بقى هل الحدث حصل فعلا؟ هل هناك ما يؤكده؟ هل هناك ما يدعمه من تاريخ الافكار اللي كان موجوده في الفتره دي؟ عشان كده بقول ان اهميه القراءه في المنطق والقراءه في الفلسفه والقراءه في بقيه العلوم الانسانيه مفيد جدا لمن يتعرض للقراءه التاريخيه. مفهوم، وده هيساعدنا اكتر باننا نقدر نعرف اذا كنا اللي بنقراه ده فعلا حقيقي ولا لا. بالظبط، يعني انا لو هنحط قاعده للقراءه لمعرفه الاحداث التاريخيه الحقيقيه اللي حصلت، احنا هنقول ان هي الحدث متكرر في اكثر من مصدر، او حدث ليه دلائل تكررت في اكثر من مصدر، وهذه المصادر مصادر معاصره. ايوه، شرط ان لا تكون مصادر متعاقبه. يعني مثلا ما اقدرش اخد اعتبر اقارن بين تاريخ الرافع يعني الحمله الفرنسيه وتاريخ الجبرتي، لا، يعني اقارن تاريخ الجبرتي بالتاريخ المعاصر، يعني عجائب الاثار، كتاب زي عجائب الاثار مثلا اقارنه بكتب وجدت في نفس العصر في عصر لاحق، لان هو اصلا ممكن الكتاب ده يكون مصدر للمؤرخ اللاحق. ازاي كاتب التاريخ من وجهه نظرك يقدر ان هو او المفروض ان هو يجنب اهوائه ورايه في اللي بيكتبه، ولا شايف انه المفروض انه الكاتب يكون كمان بيقول رايه احيانا لو اللي بيكتبه سمح له بده؟ والله ده يختلف عن هل انا بكتب كتابه تاريخيه او بكتب ادب تاريخي او روايه تاريخيه. اذا كنا بنتكلم في الادب، الروايه التاريخيه هي امر بالظبط مختلف تماما عن كتابه التاريخ. لكن كتابه التاريخ نفسه علينا ان انا اعرف، او الذي يتصدر لكتابه التاريخ عليه ان يعرف ان ما فيش خير وشر في التاريخ، وما فيش غلط وصح في التاريخ، هو في اسباب وفي دواء. يعني لا يجب ان انا اقرا التاريخ من منطلق ان في شخصيه كبيره في شخصيه خيره، في شخصيه انانيه وفي شخصيه مش انانيه. انا بقرا التاريخ كما هو. في شخصيه والله ما اقدرش اقرا التاريخ والله ده كافر وده مسلم او ده مسلمين وده، ما اقدرش اعمل كده، لان التاريخ يقرا كما هو بحياديه تامه بدون اي انحياز. وعلى هذا الاساس ابدا افسر الاحداث التاريخيه الموجوده او اللي انا بتعرض واعرضها بشكل حيادي تام من غير ما ادخل نفسي او ما ادخل شخصي داخل الشخصيه وبدون اهواء شخصيه. يعني عندنا مثلا وده موجود عندنا في التاريخ، يعني عندنا كاتب زي الجبرتي واحنا بنتكلم عنه من شويه، هو موقفه ايه من المجتمع في الفتره دي؟ هو رجل من العلماء وليس رجل سلطه، لكن لو قارناه مثلا باسامه بن منقذ هو احد المؤرخين الكبار لصلاح الدين، هو رجل دوله اصلا. فاكيد تاريخه هيكون منحاز بشكل معين لاحد للسلطان او للملك. فالذي يجب ان يتصدى للتاريخ او كتابه التاريخ يجب ان هو يبعد جميع اهوائه تماما ويبعد جميع انحيازاته تماما، وبعد كده يتصدى للحدث التاريخي اللي هو هيتصدى. انا بشكرك استاذ احمد على وجودك معانا عن طريق زوم، ان شاء الله المره اللي جايه تنورنا في الاستوديو. بما اننا بنتكلم عن الكتب التاريخيه وكتابنا النهارده فيه كتير من المعلومات التاريخيه، تعالوا كده نشوف مع بعض التقارير ونرجع لحضراتكم بعد التقرير على طول. على اسم مصر التاريخ يقدر يقول ما شاء، جملة نحفظها عن ظهر قلب للشاعر الكبير صلاح جاهين،
أراد أن يعبر من خلالها على عراقة التاريخ المصري وثرائه بالحكايات والأمجاد. وقد أبدع كثير من الكتاب المصريين في الكتابة عن التاريخ، وكان دائماً يشغلهم سؤال ماذا جرى في الماضي؟ كانت الإجابة تدفعهم تارة إلى التخيل وتارة أخرى إلى التحليل والتفسير. من أهم الكتاب المصريين الذين كتبوا في التاريخ أديب نوبل الكاتب الكبير نجيب محفوظ، حيث بدأ مشروع نجيب محفوظ الروائي بالعودة إلى التاريخ القديم، ومن رواياته التاريخية رادوبيس وكفاح طيبة. من الكتاب الذين جذبهم سحر الماضي والتاريخ أيضاً الكاتب عبد الحميد جودة السحر، من مؤلفاته أحمس بطل الاستقلال ورواية أميرة قرطبة. ومن رموز الكتابة التاريخية الكاتب الكبير جمال الغيطاني، الذي استمد معظم أعماله من وقائع تاريخية، ومن أشهر أعماله التاريخية رواية الزيني بركات وكتاب ملامح القاهرة في 1000 سنة. وفي عصرنا الحديث تنوعت أيضاً الكتابة التاريخية، وأصبح هناك كتاب مشهود لهم بالبراعة فيها، من أبرزهم الكاتب الكبير أشرف العشماوي، وكذلك الكاتبة الدكتورة ريم بسيوني، الذي يعد التاريخ هو ملهمها الأول، ومن أعمالها التاريخية رواية القطائع ثلاثية ابن طولون، ورواية الحلواني ثلاثية الفاطميين. وسيظل التاريخ ملهماً لكل كاتب ومنجم أفكار لقصص وحكايات عديدة. رجعنا لحضراتكم مرة تانية، ومعانا منورنا النهاردة الكاتب الصحفي وصانع المحتوى الأستاذ شريف بديع النور، واللي هنتكلم معاه عن كتابه من قال أنك تعرف. والحقيقة أنه الكاتب شريف بديع النور هو واحد من عشاق الصحافة اللي بيحبوها جدا، وعاوزين دايما يعملوا حاجة جديدة ويقدموا مضمون مختلف للقارئ، وبجانب طبعا حبه للصحافة الورقية، لأنه كمان اتجه كمان للإعلام الجديد وبيقدم محتوى مميز جدا على السوشيال ميديا. اهلا بحضرتك استاذ شريف. اهلا بيك. منورنا في حكي انا، وزي ما كنا بندردش مع بعض قبل ما نبتدي الحلقه، عنوان الكتاب شيق جدا، من قال انك تعرف. لذيذ ان الواحد دايما يكون عارف المعلومه الحقيقيه، واحيانا بنتعرض لده ان احنا بنفتكر نفسنا عارفين كل حاجه، وفي الحقيقه بنبقى مش عارفين. صح، لانه احنا بيواجهنا نوعين من المعلومات المزيفه. نوع ناس قاصدين ان هو يقول لك معلومه مزيفه، وممكن يقول لك المعلومة في وسط معلومات تانية، فأنت تصدق إن يعني لو قلت لك 30% صح أو 70% غلط، ممكن تصدق إن ده كله صح، مع إن هو في الآخر تزوير. جزء تاني منه هو استسهال. إحنا في السوشيال ميديا في ناس كتيرة بقت بتعمل محتوى كلها طالعة إن هي مؤرخين ومثقفين ومحللين وإلى آخره. لسه كنت بشوف حلقات إمبارح، الراجل بيتكلم وعامل مشاهدات كبيرة جدا، لكن هو بيقول كلام غلط. ليه؟ لأن هو اعتمد على مصادر غير سليمة. ما حاولش ينوع من اللي هو بيقراه. حط كلام انت بتقوله ده في ناس بيسمعوه ويفتكروا ان هو صح. صحيح. ويفتكروا ان هم عارفين. صحيح. هو مين قال لك انك عارف؟ والحصول على المعلومة بطريقة سريعة ده كتر الغلط في المعلومة وكتر الأخطاء في المعلومة، لأن احنا النهاردة بنحب نعرف أي معلومة بنكتب احنا عايزين نعرف ايه، بتطلع لنا كذا حاجه، دايما بندوس على اول اختيار، ومش دايما بيكون اول اختيار بيكون هو الصح. وخاصه اننا احنا كمصريين، بتكلم بشكل شخصي عننا احنا كمصريين، اتعرضنا لتاريخ او لناس عايزه تزيف تاريخنا وتقول حقائق غلط عننا كتير جدا في الفترات اللي فاتت، وده كله عن طريق السوشيال ميديا. طبعا طبعا. بصي، انا بشوف ان في آفة اسمها اول صفحه في جوجل. اكتب الكلمه اول صفحه في جوجل، اشوف المواقع اللي طلعت لي فيها، يبقى هو ده الصح. أيوة. يبقى هو ده، انا كده بقى عندي معلومات واطلع واتكلم. صح. وده خطا بقوله حتى للزملاء اللي لسه بيبتدوا المهنه، ما ينفعش تعتمد على جوجل بس. أيوة. ما ينفعش تعتمد على اول صفحه تطلع لك، بيبان وبيبان. أيوة. ان انت ضعيف في معلوماتك، وبيبان، بس للاسف ده بيبان بس للمتخصص. انما الجمهور اوقات بيتعامل مع ده على ان هو انا مستسهل الحصول على المعلومه، كتبت السؤال اللي عندي على جوجل، طلعت لي اول حاجه، اول اختيار دوست عليه، خدت المعلومه، انا مش متاكد اذا كانت المعلومه دي صح ولا لا. انت عارفه بيقابلني ناس بقى في الكومنتات بيكونوا اعتمدوا في معلوماتهم على حد اقل من اول صفحه في جوجل. ويظلوا يحاربوا، لا انت غلطان. انت ده هي ده فلان ده مش مؤرخ، مش بنتكلم عن مخريز يعني. لكن
صحيح صحيح. هنتكلم عن التاريخ وحضرتك مهتم جدا في كتاباتك عن التاريخ، ومن قال انك تعرف فيه الحقيقه معلومات صحيحه ليها علاقه باكثر من شق هنتكلم عنه. خلينا نبتدي بالجزء التاريخي الاول. اهتميت بتصحيح بعض المعلومات ونقل المعلومه الصحيحه للقارئ عن احداث في غايه الاهميه. اتكلمت مثلا عن اكتوبر ونقلت معلومات عن حرب اكتوبر. خلينا نتكلم عن الجزئية دي. أنا بحب دايما أحكي التاريخ في شكل حكايات وأقسم الحكاية في مشاهد أو في معلومات، بحيث أنه اللي بيتفرج عليا أو اللي بيقرأ ما يزهقش وما يكونش الكلام كله على بعضه عشان أقدر أوصل له المعلومة. لأنك عارفة لما مثلا في الكتاب أحط في القصة مثلا في 11 مشهد، فبالتالي بديله فرصة أنه هو يريح عينه ويبدأ يعمل ريفريش الأفكار والآخره. ودي الطريقة اللي أنا بتابعها في كل متابعها في الكتاب ومتابعها برضو في المحتوى اللي بقدمه. في أكتوبر هو شيء من البديهيات في حياتنا، يعني إحنا طول عمرنا بنحتفل بأكتوبر. أيوة. بس إحنا بنسمع نفس الحكايات، فأصبح الكلام ممكن في كلام جديد ممكن نسمعه. يعني مثلا وأنا في أكتوبر اللي فات وأنا بتكلم بعمل سيرش، فلقيت في وثائق كان طلعها الطرف الثاني بيتكلم فيها عن اكتوبر واللي حصل في الايام ديت من وجهه نظره. ففيها حاجات بالنسبه لي وانا مصري وانا بقراها كنت حاسس بالفخر. يعني لما اقرا ان هم لغايه بالليل عملوا اجتماع، وبعد كده عملوا اجتماع ثاني الساعه 12 بالليل عشان يقولوا مصر هتضرب ولا لا، ومع ذلك المخابرات بتاعتهم تقول لا مصر مش هتضرب. وبعد كده الصبح يصحوا وزير الخارجيه الامريكي ويقولوا له مصر هتضرب، فيقول لهم التقديرات بتاعتنا انه مصر مش هتضرب. احنا بنتكلم وخلاص، كانت يعني آله الحرب اشتغلت خلاص احنا عندنا، ومع ذلك هم احنا قدامهم وهم مش قادرين. فده في عبقريه من صانع القرار اللي عندنا اللي قدر يخدعهم بجد. أيوه. بعد كده تقري في الوثائق بتاعتهم برضو انه لما حصلت الثغره، فالثغرة كان في قرار وقف اطلاق النار، المفروض ان هم ما يتحركوش، هم خلفوا قرار وقف اطلاق النار اللي هم وافقوا عليه. فالاتحاد السوفيتي طلب منهم ان هم يرجعوا للمكان اللي كانوا واقفين فيه قبل يوم 22 اكتوبر. فرفضت وراحت امريكا عملت استنفار نووي في المنطقه. يعني لو انتوا اتدخلتوا احنا هنضرب نووي عشان نحمي القوات بتاعتهم اللي هي خلفت القرار اللي امريكا اصلا موقعه عليه. فدي كلها يعني حكايات. طيب تعال نتكلم عن ابطال الظل. اتكلمت عن ابطال الظل، مين هم ابطال الظل من وجهه نظرك وكتبت عنهم ايه؟ ابطال الظل هم كنت بتكلم عن العمليات اللي قام بيها جهاز المخابرات المصري في فتره من اصعب الفترات، اللي هو من اول بعد ثوره 52 لغايه ما بعد حرب 73. ابطال الظل هم الرجال اللي كانوا واقفين ورا العمليات دي، سواء كانوا الابطال اللي كانوا في موقع الحدث نفسه او الابطال اللي هنا اللي كانوا بيديروا العمليات دي. كلمنا شوية عن أهم الأسرار اللي حبيت إنك تضيفها في كتابك ليها علاقة بحرب أكتوبر. ما إحنا بنتكلم عن حدث من أهم أحداثنا كمصريين اللي دايما بنكون فخورين بيه، واللي يمكن في كل سنة في كل ذكرى لحرب أكتوبر جديد بيطلع لنا بيبهرنا بالإنجازات اللي اتعملت في حرب أكتوبر. كنت مهتم بإيه تظهروا للقارئ او تنوروا للقارئ جديد عن حرب اكتوبر احنا ما كناش نعرفه؟ زي الوثائق اللي حكيتها لك، الوثائق دي جايه من ارشيف الطرف الثاني، فاكيد الطرف الثاني مش هيقول على نفسه ان هو كان وحش، بس هو كان وحش فعلا. فدي كانت يعني كانت الحرب كانت بالنسبه لهم مفاجاه كبيره. في اجتماع بعد الحرب بيقول وزير الدفاع هناك، بيقول ان هو كان متخيل انه هيرمي المصريين البحر، ما تخيلش ان المصريين هيعرفوا يعبروا بالنجاح دوت. فالشهاده دايما لما بتيجي من عدوك بيكون مختلفه عن كلامك عن نفسك. اتكلمت كمان عن السفاحون وذكرت بعض الشخصيات السياسيه والاحداث كمان السياسيه اللي توقفت عندها وخليت القارئ اللي أرى من قال أنك تعرف يتوقف عندها. بص دي حاجة ودي حاجة. السفاحين هو طلعت في مصر موضة السفاحين مع مسلسل سفاح الجيزة. فالناس كلهم بقى عندهم اهتمام شديد بده. وبعد كده الناس مثلا احنا دلوقتي عندنا سفاح التجمع اللي هو لغاية دلوقتي ثلاثة. والناس متخيلين ده رقم كبير، بينما احنا شفنا زمان تاريخنا كان فيه سفاحين كتير وكان فيه أحداث من في الخطة قتل 70 واحد، جرايم زي كده كتير جدا. الخطة قتل 70 واحد، في اللي قتل 5 ولا قتل 12. في عندنا سفاح زي التوربيني ده مصنف عالميا كقاتل متسلسل، قتل حاجة و20 واحد. يعني قصص كتير. وأنا بقول دايما بقول للناس احنا 100 مليون أو 110 مليون، لو احنا من ضمن ال 110 مليون دول 100 ألف واحد وحش، 100 ألف واحد دول نسبتهم كام؟
واحد أقل من 1% احنا بنتكلم على نسبة مش باينة، بس المئة ألف واحد دول هيبانوا قدامك ان هم كتير، بس هم مش كتير، احنا كتير. اتكلمت عن الأحداث بطريقة مختلفة، وده يمكن برضو كان من ضمن أسباب نجاح الكتاب، وهي انك بتصور الحكاية المشهد وبتقسم الحكاية لأكتر من مشهد، وكأنك بتقدم للقارئ مش بس حكاية، لأن أنت كمان بتصورها له. طبعا. كلمني شوية عن فكرة تصويرك للكتابات اللي حضرتك بتكتبها وتقسيمك لعدد المشاهد دي. بص، أنا هستفاد بإيه لو قلت معلومات كتيرة قوي فخلت اللي بيتفرج أو اللي بيقرأ دماغه تروح وفي الآخر ما يفتكرش حاجة. لا، هو في الآخر الناس، مش كل الناس عندهم نفس قدر من الثقافة، لكن كل الناس عندهم نفس، ممكن تخلق الاهتمام عندهم. فالاهتمام بيبقى ازاي؟ بانك تحكي لهم حكايه. فانا من هنا فكرت فكره عد معايا، ان انا اي حكايه او اي موضوع هحكيه لك هقسمه. فاولا لما اقسمه انت مستني اللي جاي فيه ايه، والعنصر اللي بعده او المشهد اللي بعده هيبقى فيه ايه. تاني حاجه، المشهد مش هيبقى طويل، المشهد ممكن يكون دقيقه دقيقتين. فانت مش هتزهق وانت مش هتتوه مني وانا بحكي لك، وبديك نفس. لان انت وانت داخل على المشهد اللي بعده انت ارتحت، وبعد كده بصيت عشان تاني عشان تقدر تدخل على اللي بعده، فما تحسش ان انت كله ان الحكايه كلها بقت غايصه في بعض. تاني حاجه، بعدي لنفسي انا وانا بحكي ان انا اعمل هيكل للحكايه، كل عنصر فيه، كل مشهد او كل عنصر في حكايه على بعضها، انت بتسمعها على بعضها وبتوديك للحكايه اللي بعدها. ومن هنا جت فكره عد معايا، اللي هي تكون الحكايات كلها الحكايه المشاهد متقسمة. لان لو نفس الموضوع، انت لو انت قريتي كتاب كل فصل فيه 15 صفحه، انت اصلا وانت بتقري عينك هتتعب. فده اصلا تكنيك صحفي. كانوا يقولوا لنا ان انتوا قسموا التحقيق او الحوار لفقرات، كل فقره يكون ليها عنوان فرعي. فاللي بيقرا عينه ترتاح ويكون قادر على انه يكمل. تاني حاجه، يكون عنده شغف ان في الاخر بحكي حكايه. صحيح. انا عايزك تسمع وتتبسط، ولو في الاخر وانت بتتبسط اخذت 3-4 معلومات احسن لي من ان انت احط لك 100 معلومه وما تفتكرش منهم وتزهق وما تكملش، او تقرا وما تفتكرش. مش عايز الاثنين يعني. بالزبط. وفكره انه تكنيك صحفي، هو فعلا تكنيك صحفي، لانه اعتقد انه عمل حضرتك كصحفي اداك القدره على لفت انتباه القارئ، واداك القدره على جذب انتباه القارئ، وده مهم جدا انه يكون موجود بقى في الكاتب مش طبعًا. بس في الصحفي. لانه انا النهارده ككاتب عشان اقدر انجح واوصل للقارئ بتاعي واخليه ما يزهقش واخليه ما يملش واخليه يستمتع بسردي للاحداث ايا ما كانت ايه شكل الاحداث اللي انا بكتبها. اعتقد ان محتاج التكنيك اللي عندك، وده انت استفدته بقى من الصحافه. بالاضافه ان عملي كصحفي بيديني مسؤوليه تانية. انه انا ليا شخصيه قدام، انا بقول لك ان انا صحفي الاهرام. ايوه فانا طبعا فانا بيني وبينك عهد ان انا ما ينفعش اكون بضحك عليك. صحيح. ما ينفعش بحط لك اول معلومه بليها قدامي. ايوه. ما ينفعش اكون بقول لك معلومه وتيجي تقول لي غلط، لانه لو انا صحفي وبتقول لي المعلومه غلط دي كارثه بقى. دي كارثة، لا دي مش هنوصل لها ابدا ان شاء الله. لا يعني مش اي انسان بيغلط، بس على الاقل انت طبعا. مش قصده. ايوه. فانت تاني حاجه، انك صحفي انت عندك مسؤوليه، انت أيوه. شخص معروف مش شخص مجهول بالنسبه لك، قاعد في البيت حاطه قدام موبايل قال كلمتين، لا انت ممكن تعمل سيرش باسمي هتلاقي تعرف انا شغال فين وعملت ايه قبل كده. فده بيخلق نوع من العهد بيني وبين اللي بيتفرج عليا، ان انا ملتزم، وان انت بتتفرج مع حد حتى لو ما كنتش تعرفه قبل كده بس هو صحفي. بطن التاريخ كلمه برضو ملفته جدا للانتباه، يعني عناوينك بتشد القارئ. بطن التاريخ تقصد بايه؟ بطن التاريخ، بص، في حاجات كتيره في تاريخنا حبيت احكيها ويكون عندي فيها شيء من وجهة النظر. بطن التاريخ ده انت بتخش تجيب حدث مهم، بس انت الناس شايفاه من بره، ما شافتش ايه اللي بيحصل في البطن جوه. فانت تدور انك تطلعه وتحكيه للناس. وانا فوجئت بانه الناس بتهتم بالحاجات طبعاً. دي، لان هو كانت تتخيل كواليس اي حكايه بتهم كل الناس. بالظبط. وخاصه لو هي حكايه من الحكايات التاريخيه السياسيه الشعبيه اللي بتهم الشعب او بتهم الجمهور او بتهم القارئ. طبعا لا، واحنا بلد كبيره وقديمه. صحيح. وتاريخنا طويل طبعًا. فاحنا عندنا حكايات كتيره جدا. طبعا خلينا نطلع لفاصل ونرجع نكمل حكاياتنا وكلامنا مع حضرتك الشيق جدا، ولكن بعد الفاصل. رجعنا لكم مره ثانيه ولسه معانا ومنورنا الكاتب الصحفي الاستاذ شريف بديع النور، اللي بنكمل كلامنا معاه عن كتابه من قال انك تعرف. خلينا نرجع نتكلم شويه عن فكره المعلومات التاريخيه اللي حضرتك كنت حابب انك توصلها للقارئ، وايه معايير اي كاتب يحب يكتب في التاريخ من وجهه نظرك؟ انا مش مؤرخ. ده في مؤرخ، ده علم وناس بتدرسه، وانا في الاخر
شغلتي ان انا صحفي فانا اقدر احكي للناس الحكايه نقلا عن المصادر. هو الفكره كلها ايه؟ التاريخ وجهه نظر. التاريخ وجهه نظر ليه؟ لانه احنا ما كناش قاعدين وهو بيحصل، لكن حكى كذا حد، وكل واحد وهو بيحكيه من وجهه نظره، واحيانا نضيف عليه واحيانا نشيل منه عشان هو عنده مواقف والى اخره. فانت وانت جاي تحكي الحكايه بتشوف كذا وجهه نظر، وفي الاخر بتعمل السرديه الخاصه بيك اللي بترتب فيها المعلومات زي ما قلنا في مشاهد او في شكل. والسرديه دي بتاخد بيبقى فيها برضو وجهه نظرك، لانه في الاخر ممكن اقرا كلام لاستاذه رانيا يعجبني فاخده، وكلام لحد تاني ما يعجبنيش فاستبعده، فقرر الاستبعاد او ان انا اخده هو في الاخر هو قرار شخصي. ايوه. فمن هنا المهم انك تشوف كذا مصدر على قد ما تقدر، وتشوف الحكايه باكتر من طريقه، وتبتدي من الحكايه دي والحكايات التانيه تحط ده كله وتقيمه، تقول اه والله ده فلان ده شخصيته ما تخلينيش اثق في كلامه، فلان ده كان متحيز لفلان التاني فاكيد هو مغير كلامه عشان يرضي مثلا الطرف، عشان طرفه اللي هو متحيز ليه، او فلان ده. وكلنا في الاخر عندنا تحيزات شخصيه مهما حاولنا ان احنا نقول، مهما حاولت انك تكون موضوعي انت في الاخر عندك راي او عندك تحيز الى جهه ما ايا ما كانت هي ايه. بالظبط. مفهوم. بالظبط. فانت بتبص من ده كله وتبتدي تحكي الحكايه. طبعا بقى عندك معايير. ممكن انا الاقي في الحكايه جزء يخلي الناس عندها شك في شيء معين ما احبش ان انا اقوله. ممكن الاقي في الحكايه جزء والله انا ما احبش ان اقول ان ده حصل. فممكن ما اقولوش. فطالما ان الحكايه ينفع تتحكي كده، وفي الاخر برضو انا بحكي الحكايه بشكل مختصر. اللي عايز يتزود ويقرا زياده عنده المصادر ويخش يقرا. يعني انا مش في، انت بتحط سبوت على المعلومه او على الحكايه او على الحدث اللي حابب تشير اليه، ولو حد حابب يكمل بقى يقرا في التاريخ او يقرا فيما يتعلق بالحدث اللي انت اشرت اليه يقرا. طبعا. فهمتك. طبعا. فهمتك. طيب خلينا نتكلم شويه عن البطولات الخارقه. اتكلمت بقى عن حاجات شيقه، هنتكلم عن شويه حاجات كمان شيقه جدا في الكام سؤال اللي جايين. نتكلم عن البطولات الخارقه. يعني هقول لك حاجه، انا في ذكرى النكسه حبيت اعمل حاجه عكس السائد. هو ان انا اتكلم عن بطولات خارقه حصلت في النكسه. الناس متخيلين النكسه دي كلها حاجات كلها، لا، في ناس، في ابطال في حرب 67 ولكن احنا ما عرفناهمش. يعني منهم بطل اللي كان ماسك الكتيبه في رفح، البطل ده وقعت قذيفه على الخيمه بتاعته، خيمه القياده، اتقطعت رجليه فافتكروا ان هو مات وبلغوا اسرته ان هو مات، لكن هو بعد لما خرج يعني اتعمل له الاسعافات ده في المكان اللي ما كانوش عارفين ينقلوه، طلب ان هو يرجع تاني لمركز القياده يكمل شغله، ورجله مقطوعه لسه مقطوعه، فرجع تاني في مركز القياده عشان تاني يكمل واستشهد تاني. فضلت بطل اللي استشهد مرتين. ده بطل خارق فعلا. مثلا الفريق الشاذلي، الشاذلي يوم 5 يونيو اتحرك لما لقى الطيارات بتضرب من فوقيه والاتصالات اتقطعت بينه وبين القياده، فاتحرك بالكتيبه بتاعته ودخل في عمق فلسطين واستخبى ما بين جبلين فما عرفوش يضربوه. لما عرف ينقل الاشاره وبيطلبوا منه ان هو ينسحب، قدر يعمل انسحاب تكتيكي من بره حدود مصر لغايه الضفه الغربيه في القناه بالليل، ويفقد من 10-20% من قواته بس، وعدى بكل اسلحته وبكل حاجاته وبكل حاجه. فده دي طبعا بطوله خارقه. في بطل حاجات شبه كده. في بطل مجهول مثلا، ده في تبه العريش، ده لما يعني طلع فوق التبه وفضل هو معاه سلاحه بس، فضل مخليهم مش عارفين يعدوا لغايه لما حصروه بقوات اكبر منه بكتير عشان يعرفوا يعني يوقفوه. ففي مصريين عملوا بطولات خارقه في وسط ظرف اصلا كان صعب. صحيح. هنا كانت البطولات خارقه اكتر. طبعا طبعا. خلينا نتكلم عن مهارات فرديه. اتكلمت في ايه عن مهارات فرديه، وكانت ايه اكتر المهارات اللي كانت يهمك انك توصلها للقارئ؟ لا، مهارات فرديه مثلا ازاي ممكن تبقى مليونير مثلا. مثلا ازاي الناس الاغنياء، اصل ناس بيفتكروا برضو ان الغني ده يعني الدنيا كانت كلها مسهله ليه. لا، في ناس اتعرضوا للتأميم مره واتنين وتفلسوا بعد كده ومع ذلك كان بيفضل يقوم. فانت لما تشوف تجربته هو ازاي كان بيقدر يقف تاني، فانت بتتعلم منه مثلا. يعني ففي دي مهارات فرديه. مهارات فرديه الناس. وكنت بتقدم من خلالها درس اكيد يستفيد منه القارئ. طبعا. لا، ما هو ما انت بتستفيد، انت بتسمع حكايته. ايوه. في وسط ما بتسمع حكايته منها.
يمكن انت تقول ده انا المشكله اللي عندي اقدر اتخطاها انا كمان واقدر اعمل انا كمان حاجه. فدي اتكلمت عن حاجه كمان وهو عن حسين القرني. حسين طبعا. القرني ده اللي كان منفذ حكم الاعدام لمده 20 سنه. أيوة. وطبعا عدى بمواقف كتيره جدا. احكي لنا عن حسين القرني وايه المواقف اللي ذكرتها للقارئ. عم حسين مثلا بيحكي لي ان هو اللي اجرى عمليه الاعدام في منصور حسني. وقال لي منصور حسني ده اللي اتعمل استوحى من قصته فيلم الجزيره اللي هو كان في اسيوط. وقال لك وهو رايح يعمل الاعدام الراجل وقف وطلب يعني في حقوق للناس عايز يخلصها يعني ادوا لفلان كذا وادوا لفلان كذا. وبعد كده بص لعم حسين وقال له شوف شغلك. اجل يعني اداله الاوردر يعني انه يلا شوف شغلك انا جاهز فارق. بيحكي برضه ان واحد هم رايحين يعدموه وخلاص لبسوه الكيس الاسود فراح زعق وقال انا نفسي اشرب سيجاره. فراح الضابط اللي هو قائد العمليه وقف الاعدام وقال لهم ادوله سيجاره. هو كان بيحاول يسرق دقيقه في الحياه زياده. يعني عارفه دقيقه في الحياه زياده. بيحكي مثلا عن واحده وهم جايين يعدموها حصل زلزال في السجن كله قالوا دي مبروكه ومش هتقدروا تعدموها. وفعلا في ناس بدات تخاف ايه ده يعني بقى دي ست بخاويه ولا ايه يعني. فكان القرار انه لازم تتعدم النهارده وعدموها في نفس اليوم ولا في اي حاجه. بيحكي كمان قصه صعبه جدا انه فوجئ بانه هو جاي له اعدام لابن جاره فلازم يعدم. فقال لي اعدمته ورحت بالليل العزاء بتاعه. ده موقف رهيب. موقف ده احنا لازم نشوف عم حسين. احنا الله يرحمه. الله يرحمه خلاص. اوكي. بيحكي لي كمان عن هبه سليم الجاسوسه. فبيحكي لي عن وقت اعدامها ان هي كانت داخله وماشيه وعندها لغايه اخر لحظه عندها ظن ان في حد هينقذها. وقبل لما الاعدام طلعت علب سجاير مستورده اكيد اسم مبقاش موجود دلوقتي. كان عندها ثقه تامه انه ده مش هيحصل ده كله كده تمثيليه وفي الاخر هيطلعوها. طبعا هبه سليم كان معروف انه حصل ضغوطات كتير على مصر وعلى الرئيس السادات. الرئيس السادات اصدر امر ان هي تتعدم في نفس اليوم فاعدموها في نفس اليوم. كانت ايه اكتر ردود الافعال على القصص المختلفه اللي كتبتها في كتابك؟ من الطف القصص من الطف ردود الافعال انه يكلمك اهل الشخص. وانه حد منهم يقول لك انت حكيت القصه صح الناس ما كانوش يعرفوها او يشكروك ان انت خليت الناس ياخدوا بالهم منه. يعني مثلا انا بالصدفه لقيت قصه لواحد اسمه سميده. سميده ده كان عنده فرقه كان عايش في وسط البلد واتجوز حاجه و70 مره. قصه كده قصته غريبه وانه كان بيتجوز الناس دي ازاي وجوز فنانات وناس مشهورين وناس قصة غريب. ففوجئت بالناس كتيرة من عيلته ومن من جيرانه. طبعا الراجل توفى من فترة بيبعتوا لي يقولوا لي ان انت اول واحد تحكي القصة بشكل صحيح من غير ما تحط عليها حاجات تانية. كلموني بتتكلمي عن السفاحين. ناس من زاويهم كلموني. اللي يقول لي مثلا ناس نسيت ابويا. في ناس هددتني عادي بس يعني التهديد ده في شغلانتنا حصل كتير. بعتبره هو اصل هو مش تهديد حقيقي يعني هو في الاخر متضايق. شيل الكلام ده عشان ما طب يا عم ما قصه مش انا اللي يعني قصه معروفه يعني. كمان جالي كتير من ناس بره مصر ان هو الاقيهم متابعين ويخشوا يسالوني في معلومه زياده عايزين يعرفوها عن قصه معينه انت اشرت اليها في الكتاب بتاعك. فده برضو كان دي كانت من ردود الافعال اللي اكيد كانت بتبسطك جدا. اكيد جدا اكيد جدا. اكيد لا وانه هو يوصل الفيديو لاهل اللي بتتكلم عنه ده معناه انه وصل. لانه انت بتتكلم في ابره في بحر. فازاي يوصل للابره دي؟ الحقيقه هو كتاب شيق جدا وزي ما قلت لك الكتاب الشيق بيبان من عنوانه من قال انك تعرف. يعني فكره ان الواحد يفتكر نفسه عارف وهو في الحقيقه مش عارف ويتقال له ده انت فاكر نفسك عارف بس انت ما تعرفش حاجه في حد ذاتها فكره فيها قدر من الاستفزاز على قدر من التشويق فهيخليني ابقى عايزه اعرف ايه اللي جوه الكتاب ده. نورتنا وسعيده جدا بمقابلتك وان شاء الله نتقابل تاني في مواضيع تانية في كتب تانية. ميرسي. شكرا. طبعا بشكر ضيفي اللي نورنا النهارده الكاتب الصحفي وصانع المحتوى الاستاذ شريف بديع النور. بشكركم واتمنى انكم تكونوا استمتعتوا زيي في حلقه النهارده مع كتاب من قال انك تعرف. كان معكم رانيا السيد. شكرا.